قد دخلنا للجزء الثاني من موضوع الكسور الجزئية، وهو الجزء الأخير في هذا الدرس، عشان ننتقل اللي هي التحويلات الهندسية. وصلنا للحالة رقم 2. حالة رقم 2 شو هي؟ اللي هي حالة لما يكون المقام مكرر. المقام إيش؟ مكرر. يعني وصلنا للحالة رقم 2 لما يكون المقام خطي مكرر، صح؟ الحالة الأولى الفيديو الماضي كان المقام خطي، حكينا فيها. الحالة الثانية خطي مكرر. الحالة الثالثة تربيعي لا يحلل. واضحة واضحة واضحة. طيب شو رأيكم ناخذ مثال هيك سريع عشان نعرف إحنا شو قاعدين منسولف، لأنه أهم إشي حل السؤال. يعني إذا ما حلينا سؤال مشكلة مشكلة مشكلة، زي ما بقول لك مشكلة. طيب ناخذ السؤال هذا، ناقص x تربيع زائد 2x ناقص x تربيع زائد 2x زائد 4 على اللي هو x تكعيب ناقص 4x تربيع، x تكعيب ناقص 4x تربيع زائد 4x زائد ايش؟ 4x. طيب زي ما انتم شايفين يا جماعه وملاحظين، بروح على بشوف يعني درجة البسط، طبعا بتأكد انهم مرتبين على الستاندرد فورم. يس على الستاندرد فورم، يس من القوة الكبيرة للأصغر، تمام. هل درجة البسط أقل من درجة المقام؟ نعم، هنا كسور جزئية مباشرة، لأنه رح ناخذ اليوم إذا كان درجة البسط تساوي أو أكبر، فبنعرف رح نعمل قسمة طويلة سريعة. طيب إذا على طول بروح بتطلع على وين؟ على المقام. بتطلع وين؟ على المقام يحلل. نعم أكيد في عندنا هنا x عامل مشترك أول إشي، ورح يصير عندنا ناقص x تربيع زائد 2x زائد 4 على اللي هي بدنا ناخذ x عامل مشترك، فرح يصفي عندنا اللي هي x تربيع ناقص 4x زائد 4. صح؟ صح، برافو. الآن كمان هاي عبارة تربيعية بس مبين إنها مربع كامل، ناقص x تربيع زائد 2x زائد 4 على x، وهون راح نحلل اللي هي x في x سالب في سالب، وهون 2 في 2. لاحظوا إنه نفس المقام نفس القوس، يعني عندنا هون قوس مكرر، واضحة طوفتك، يعني بدهاش اثنين يقصون فيها يعني. زائد 2x زائد 4 على اللي هي x في x ناقص 2 الكل تربيع. تمام لهون تمام، فيش شيء لسه ما عملناش شيء، قاعدين بنعمل في حبشتكنات. في ايش؟ في حبشتكنات. طيب طلاب العلمي الاعزاء الفخمين الفخمين، بيساوي عندنا هون ناقص، طبعا هنا هسه بدي احط اللي هو ايش؟ بدي احلله. يعني احنا قلنا التجزئه بدنا نحط اللي هو مثلا رح نحكي a على x زائد، طلع كيف بدي احط الترتيب تبعها، انتبهوا هون، b على x ناقص 2 و c على x ناقص 2 الكل تربيع. يعني ببلش فيها، تخيل لو في عندنا تكعيب بحط b على x ناقص 2، c على x ناقص 2 تربيع، و d على x ناقص 2 تكعيب. يعني ببلش فيها بالايش؟ لما تكون درجة واحد أولى، لما تكون درجة ثانية، وبحط الايش؟ الثوابت اللي هم a b c. فهمتوا كيف كتابتها؟ هذا ال x ماليش فيه، بقول لك كيف كتابت x ناقص 2 تربيع؟ حط ثابت على x ناقص 2 بعدين التربيع، مش بروح بحط كل واحد لحال، لا ديروا بالكم. يعني استاذ لو عندنا مثلا واحد على x ناقص 3 تكعيب، هاي كيف بحللها؟ بحكي a على x ناقص 3، بعدين بحكي b على x ناقص 3 تربيع، بعدين بحكي على x ناقص 3 تكعيب. فهمتوا كيف؟ يعني هيك المكرر يعامل، هيك معاملته، ببلش من الدرجة الأولى الثانية الثالثة. وصلت يا كبير؟ وصلت. يعني بدهاش هالإشي الخطير اللي أنتو لا سمح الله ما تعرفوا. طيب طيب ممتاز. الآن بدنا نوجد خلاص إحنا جزأناه، صح؟ هذا تم تجزئته، بس مشكلتنا إيش؟ إنه A و B و C ما بعرفهم، بدي أعرفهم.
خلاص بجيب البسط اللي هو ناقص اكس تربيع زائد 2 اكس زائد 4 بسويه في مين؟ بمسك ايه بضربها في المقام اللي مش مقامها، نفس المعامل الماضي. ايه شو المقام اللي مش مقامها؟ هاي وهاي اللي هي اكس ناقص 2 تكعيب زائد بي راح اضربها في اكس واكس ناقص 2 تربيع وسي راح اضربها في اكس سي راح اضربها في اكس واكس ناقص 2 تمام تمام. اذا انتم ملاحظين انه بقدر هنا اشيل الاكس ناقص 2 لانها مشتركه صح، بقدر اشيلها، فاذا شو بيصير عندي؟ شلوها طبعا عشان بدي اخفف حالي وانا بدي ازود حالي. شو بيصير عندي؟ ناقص اكس تربيع زائد 2 اكس زائد 4 شيلوا اكس ناقص 2 من كو من هون ومن هون ومن هون، شو بصفي عندي؟ ايه اكس ناقص 2 تربيع زائد بي في اكس ناقص 2 زائد سي في اكس. شلت اكس ناقص 2 من هون، اكس ناقص 2 من هون، وشلت اكس ناقص 2 من هون، خلص يعني هون انا زي كأنه ظبطتها تكتكتها امورها تمام لوز. الان هسه ايش؟ يعني الحركة اللي عملتها هون لازم تعملوها لأنه إذا أخذت 2 هون راح تصفر كل المسألة. وبعدين دائما تعودوا إذا شفت إشي في التجزئة مشترك هون وهون وهون شيله، اسحبه وشيله، طايره برا، طايره، قول له معلم طير. خلاص هلا احنا جاهزين، هلا بدنا نفرض اعداد عشان نصفر ونجيب. راح افرض اكس مبين 2 لانه هاي راح تصفر هاي راح تصفر بجيب سي. يلا 2 في سي 2 سي بيساوي عوض هون 2 ناقص 2 تربيع اللي هي ناقص 4، 2 في 2 4 ناقص 4 موجب 4 0 بصفي هون 4 على 2 على 2 سي بتساوي 4 2 2 هاي جبنا سي. شفتوا مسهل جبت سي سهله. بعدين الان راح افرض، شوفوا راح افرض هنا عددين لانه هون راح يطلع لي معادلتين، ما راح يزبط اني ايش اللهم صل على سيدنا محمد اني اصفر ثنتين. ليش؟ لانه هاي وهاي، او بنقدر لا من عند الاكس صفر خلاص بنقدر، ليش لا نقدر يا جماعه بنقدر. اكس تساوي ايش؟ صفر. هاي صفرت لانه هون اكس وهون اكس، هاي صفرت هاي صفرت زفت هاي. يلا لما نحكي الاكس صفر، صفر ناقص 2 ناقص 2 تربيع 4 لانه الناقص في القوه الزوجيه بتروح 4 في اي 4 اي بيساوي هاي صفر هاي صفر بصفي 4 على 4 على 4 ايش بتساوي؟ 4 على 4 1 4 على 4 ايش؟ 1. طيب شو صفت عندنا؟ جبنا سي واي سي واي صفت بي صح؟ طيب عوض لك هسه اي عدد، ليش؟ ما هو طلع عندي اي يعني اي عدد مؤاخذه هون طلعت وسي طلعت، ما فيش عدد اني اصفرهم هسه، هسه بتعوضوا اي عدد عادي، عوض اكس واحد عادي ما في مشكله خلاص عوض. هون السي قديش طلعت معنا؟ 2 والاكس انا فرضتها 1، 2 في 1 2 زائد 1 ناقص 2 ناقص 1 في 1 ناقص 1 في بي ناقص بي. بعدين هون 1 ناقص 2 ناقص 1 تربيع 1 في ايه؟ ايه. طبعا ايه نقدر نشيلها يا جماعه، هيها ايه ايه معنا 1 ايه 1. وبعدين هون بعوض الواحد، واحد ناقص واحد تربيع هون ناقص واحد زائد 2 واحد، واحد واربعة خمسة صح؟ بصف عنا واحد واثنين ثلاث ناقص بي بساوي خمسة، جيبوا البي وجيبوا الخمسة، ثلاث ناقص خمسة في بي، إذا بي شو بتساوي؟ ثلاث ناقص خمسة ناقص اثنين ناقص 2. هلا خلص تعال 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 تعال، احنا طلعنا A و B و C صح؟ يلا شو بنعمل؟ على طول بنشيل A شيل B شيل C ونحط القيم خلص. يلا
اي واحد وسي اثنين وبي سالب اثنين صح؟ اي واحد وسي اثنين اي واحد هون بي بي هون سالب اثنين وهون سي اللي هي اثنين خلص هيك خلصت هاي جزاك ولا في شيء يعني هو نفس اللي عملناه المرة الماضية لكن اللهم هون ايش بس طريقة التوزيع بتختلف بس وهون في حركة حلوة عملناها حركة جميلة شو هي انه سحبنا الاكس ناقص 2 ورميناها خلاص لانه هيك عشان تخف المسألة تصير امورها هيك طعمها لذيذ طبعا هي مش سحبناها ورميناها هي قصة بس بديش اشرح لكم القصة شو صار وليش شو شلنا وقمنا خلاص شيل الاكس ناقص 2 ومشي طيب طلع عامل قصة والله واخر اشي وصل للي احنا بدنا اياه هاي مش هاي اللي اشتغلنا عليها هاي ساحب اكس ناقص 2 هاي شفتوا هاي اكس ناقص 2 راحت من هون هون هاي اشتغل على هاي اللي اشتغلنا عليها والمهم طلعت معه اي واحد اذا صح بي سالب 2 وسي 2 صح نشوف سي 2 هيها وبي سالب 2 صح الزلمه والله حال يعني زينا هاي هاي هي التجزئه شايفينها هاي هي التجزئه ممتاز هلا بدي اترككم مع فهمي رح تحلوا لنا اياها نجزئ الى كسور جزئيه بتجزئوا لنا اياها يا جماعه ما في هاي مشكله هنا بتسحبوا اكس تربيع عامل مشترك بس بدي هيك اعطيكم هنت سريع هون اكس تربيع زائد 8 اكس زائد 4 صح على هون اسحب اكس تربيع عامل مشترك فصفي اكس ناقص 2 لا تاخذها هيك خذها هيك اكس تربيع زائد 8 اكس زائد 4 على اكس ناقص 2 في الاكس تربيع جيب هاي هناك عشان هسه لما تيجي تجزئ هاي كيف تتجزأ بتعرفوا كيف اكيد بتعرفوا يعني بدهاش شيء بتحكوا a على اكس ناقص 2 زائد b بحكيش بي على اكس تربيع لا بي على اكس بعدين سي على اكس تربيع ما قلت لكم المكرر ببلش في الدرجه الاولى بعدين الدرجه الثانيه فهاي هيك راح تكون تجزئتها بعدين بتحلوا لي هاي طبعا هون راح تلاحظوا انه بي راح نضرب هاي في هاي وسي راح نضرب هاي في هاي وايه راح نضرب هاي في هاي راح تلاحظوا انه في اكس مكرره في الكل بتسحب اكس وترميها برا خلاص عشان تظبط المساله تطلع سهله تطلع ايش سهله فانا اعطيتكم هند يعني مساعدة عشان حل هاي المسألة وبسيطة فتاش شيء فهي هاي التكرار يعني كيف عرفت انه هاي الحالة الثانية المسألة من هاي هاي اكس تربيع يعني هون مكرر مكرر مين المكرر اكس فهي تعامل على الحالة الثانية طيب الان نيجي على تجزئة على اللي هي الحالة الثالثة تربيع لا يحلل حالة الثالثة اللي هي ايش حالة الثالثة تربيعي لا يحلل أيوه.